هو بيسأل السؤال الأولاني، بيقول يسأل عن حديث كما تكون يولى عليكم، بيقول يعني هو ده في حديث ضعف، صحيح ولكن ولا لا؟ يعني الواقع يعني يصححه، نعم. إن الناس بضعفها يأتي عليها الضعيف، بضعف إيمانها يأتي عليها من يظلمها، لكن مش معنى ده يعني، أو مش معنى معناه شيء دائم مستمر يعني، لكن الناس هو قد بيقول بقى تبتلى احنا وحشين قوي كده لدرجة ان السيسي يبقى هو اللي موجود. يعني، وقد يكون ابتلاء من الله عز وجل الناس ليختبر إيمانها في تغيير هذا المنكر وعدم الصمت عليه. نعم.